يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في حفظ متن اسمه نظم في علوم القرآن للزمزمي التي نظمها من كتاب النقاية بالسيوط؟ لا بأس، طيب، لكن من تقرأ عليه؟ ما هو بالكلام عن الحفظ، من تقرأ هذا الذي تحفظه عليه من العلماء؟ لابد من هذا، أما مجرد حفظ بدون أن تقرأه على من يشرحه لك ويبين مقاصده فهذا لا يفيدك شيئا. نعم.